دعا الهلال الأحمر الفلسطيني إلى ضرورة إنقاذ أكثر من 10,000 من الحالات الحرجة في غزة، مؤكدا خروج أكثر من 30 مستشفى عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المتعمد للمنظومة الصحية داخل القطاع. وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى عجز المستشفيات الستة التي ما زالت تعمل حاليا في غزة عن تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى والجرحى، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات والضحايا في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، مؤكدا وجود نقص حاد في جميع الأدوية والمستلزمات الطبية من أدوات تعقيم وجراحة داخل مستشفيات غزة.